الحمد لله، الحمد لله الذي طهرنا بالإيمان وجملنا بالإسلام. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بدر التمام ونور الأنام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا عباد الله أنكم محاسبون، وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عباد الله، إن المرء المسلم في هذه الحياة الدنيا يسعى إلى تحقيق أعظم المطالب، وهي جنات النعيم. والجنة هي سلعة الله الغالية، ومن أجلها شمر المشمرون وعمل العاملون وصبر على هذه الدنيا الصابرون، لينالوا الأجر العظيم والنعيم المقيم الذي قال عنه سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ألا وإن من النعيم العظيم ومن النعيم المقيم في جنات النعيم ما أعد الله عز وجل لعباده من بيوت في تلك الجنات التي ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أوصافها العظيمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. وأوصاف هذه الغرف وتلك البيوت كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد يا عباد الله أن يسعى المرء للحصول على هذه الفضائل العظيمة بالأعمال التي جاءت مخصصة لمن عملها فاز بتلك البيوت. فمن ذلك يا عباد الله ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال: حدثني عنبسة في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه، يعني يتسار إليه يحدث به مسرورا. والله أعلم أنه سر بهذا الحديث في مرض موته الذي مات فيه، لأنه حافظ عليه، ولأن هذا العمل يسير وأجره عند الله كبير. قال عمرو بن أوس: حدثني عنبسة بحديث يتسار إليه، قال: سمعت أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنبسة: ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة رضي الله عنها. قال عمرو بن أوس: فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. قال النعمان بن سالم:
ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. فانظر يا عبد الله، فانظر إلى هذا الحديث العظيم، وإلى هذا الفضل الكبير، وإلى حرص رواة الحديث على تطبيق ما سمعوه وعلى ما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث عظيم، أجره عظيم، وعمله يسير، والموفق من وفقه الله، والمحروم من حرم هذه الفضائل العظيمة على هذه الأعمال اليسيرة. فها نحن سمعنا هذا الحديث مرات وكرات، فهل حافظنا على هذه الركعات التي أجرها عند الله عز وجل بيت في جنات النعيم، بيت ليس كبيت في الدنيا، بل هو بيت عند الله، والبيت عند الله هو مطلب الصالحين. وانظر يا عبد الله إلى طلب زوجة فرعون، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، لما علمت من هذا الفضل العظيم طلبته رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يا عباد الله يسير على من يسره الله عليه، ثقيل على من تثاقله ولم يرغم نفسه ويعودها على هذه الطاعات والقربات. وإلا فإن 12 ركعة أمر يسير في اليوم والليلة. ومن المسائل المتعلقة بهذا الحديث، المسألة الأولى: هل هذا الفضل لمن حافظ على هذه الركعات في كل حياته فيبنى له بيت في الجنة، أم هو بيوتات بعدد الأيام التي يصلي فيها 12 ركعة؟ قال بالقولين جمع من أهل العلم، والأظهر هو القول الثاني، وفضل الله واسع. وذلك بأن المرأة إذا صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة، وعلى عدد الأيام التي يصلي فيها تكون له البيوت في الجنة. المسألة الثانية: في يوم الجمعة، في يوم الجمعة لا يصلى 12 ركعة، وذلك لأن صلاة الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية. وذلك يا عباد الله لأن هذا الحديث محمول على السنن الرواتب كما فسرته الأحاديث الأخرى. فيجاب عن ذلك أن الأحاديث والآيات والفضائل كلها تأتي على الأغلب، تأتي على الأغلب. فصلاة 12 ركعة في اليوم والليلة تكون في كل الأسبوع إلا في يوم الجمعة، فالحكم يكون على أيام الأسبوع وهي الأغلب. وقال بعض أهل العلم إن يوم الجمعة داخل في هذه الفضيلة، وذلك بالجمع بين الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة أربعًا بعد صلاة الجمعة، وصلى في البيت ركعتين، فقالوا هذه 6 ركعات. فعلى هذا القول الذي ذهب إليه بعض أهل العلم ينتظم الحديث مع صلاة الجمعة، لأن 6 ركعات تكمل 12 ركعة. ولكن القول الآخر أن الصلاة بعد صلاة الجمعة هي 4 ركعات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى ركعتين في بيته، وقوله مقدم على فعله، وذلك لأن الفعل يدخل فيه التخصيص، ولكن القول لا يدخل فيه التخصيص، فنعمل بالقول وهي الصلاة 4 ركعات بعد صلاة الجمعة. وعلى كل حال فإن المرأة يحافظ على هذه الركعات سواء وافق الفضل يوم الجمعة أو لم يوافق، فيكون الحكم على الأغلب. ومن الأحاديث يا عباد الله التي وردت في فضل بناء بيت في الجنة ما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم، أي أنا ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، لمن ترك المراء وإن كان محقا.
وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فهذا الحديث يا عباد الله فيه ثلاث بيوت لمن عمل بهذه الأعمال العظيمة، فأعلاها حسن الخلق. وحسن الخلق يا عباد الله شأنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم، فبه تثقل الموازين ويدخل به المسلم جنات النعيم وكذلك من ترك الكذب ولو كان مازحا، ومن ترك المراء ولو كان محقا. والمراء في هذا الحديث ذكر بعض أهل العلم أن المراد به هو استجلاب غضب المجادل، أما الجدال من أجل نصرة الحق وبيان الحق فإنه ممدوح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فمن الأحاديث التي وردت فيها فضل بناء بيت في جنات النعيم ما أخرجه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته إذا قبضوا ولدا، يقول لهم سبحانه وتعالى وهو أعلم: هل قبضتم ولده؟ فيقول نعم، فيقول: هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقول نعم، فيقول لهم: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قالوا: قال سبحانه وتعالى: فابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهذا الحديث يا عباد الله حديث القدسي، حديث عظيم فيه فضل الصبر على المصائب، وخصوصا عند فقد الولد، لأنه ثمرة الفؤاد كما قال سبحانه وتعالى. وهذا الحديث وإن كان في الولد خاصة فهو في كل المصائب عامة، فمن صبر عند المصائب وحمد الله واسترجع بني له بيت في الجنة وهو بيت الحمد. ومن الفضائل التي وردت يا عباد الله في هذا الشأن حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو أن عثمان رضي الله عنه عندما أراد التوسعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجديده أكثر الناس عليه، فقال: لا تكثروا علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله بيتا في الجنة. والحديث عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. فهذا الحديث حديث عظيم فيه أن من بنى بيتا يصلى فيه وهي بيوت الله وهي المساجد بني له في الجنة بيتا مثل ما بنى. وهذا فضل عظيم لا يرغب عنه من استطاع عليه إلا من حرم فضله. فبناء المساجد يا عباد الله من أجل الأعمال وأعظم القربات، سواء كان المسجد صغيرا أم كان المسجد كبيرا، أم كان الذي بنى وحده أم اشترك مع مجموعة، فإنه من الفضائل العظيمة والأجور الكبيرة التي لا ينبغي للعبد أن يغفل عنها. ويدل على ذلك الرواية الأخرى التي عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطاه هو المكان الذي تبيض فيه، وهو مكان صغير جدا لا تبنى فيه المساجد ولا البيوت، ولكن قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة وعلى سبيل الحث في بناء المساجد. واستنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث
أن المشتركين في بناء المساجد لهم هذا الأجر العظيم. قالوا يُحمل هذا الحديث على المشتركين في بناء المساجد، فلو كان قدر تبرعه كقدر مفحص قطاه فله بيت في الجنة. وهذا استنباط حسن على المسلم أن لا يفرط فيه، لا يفرط في هذا الفضل العظيم وهو بناء المساجد، لأن بناء المساجد شعار الإسلام. وفيها يا عباد الله تقام أعظم الشعائر، تقام فيها الصلوات، تقام فيها الدروس، تقام فيها الحلقات، يقام فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يا عباد الله ننبه على مقولة تنتشر بين الناس خاصة في وسائل الاتصال، وهي مقولة لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع. وهذه عبارة باطلة، عبارة منكرة، بعضهم يظنها حديث عن يظنها حديثا من أحاديث رسول الله، وهي ليست بحديث بل هي كلام باطل لا صحة له. فالتفضيل بين الطاعات والقربات بمثل هذا التفضيل لا يصار إليه إلا بوحي من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الجهة الأولى. والجهة الأخرى أن بناء المساجد أفضل من إطعام الجائعين بلا شك ولا ريب، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن المساجد هي شعار الإسلام، ومن أجلها خلق الناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبالمساجد تقام الطاعات، تقام العبادات، بل ويرزق الناس، كما قال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فدل على أن إقامة الصلاة سبب للأرزاق، والصلوات لا تكون إلا في المساجد. والأمر الثاني يا عباد الله أن المساجد من الصدقة الجارية المستمرة المتعدية، بخلاف إطعام الجائعين، فإطعام الجائعين نفع متعد ولكنه ليس صدقة جارية. وأيضا يا عباد الله التفضيل بين هذه العبادات والطاعات لا يكون إلا بوحي، فإذا جاء الوحي سلمنا، وإلا فإن الإنسان لا يتخرص تفضيلا من عنده. والمساجد يا عباد الله بها قيام الدين، وبها تعليم العلم النافع الذي فيه نصرة الإسلام. فلا يقلل من بناء المساجد إلا منافق، ولا يفضل هذا التفضيل إلا من في قلبه مرض. فيا عباد الله المسلم يحرص على الطاعات والقربات من بناء المساجد وإطعام الجائعين، وإن جمع بين الأمرين وبين غيرها من العبادات فلا شك أن هذا أفضل وأحسن. وإطعام الجائع يا عباد الله إذا كان في مكان فيه مساجد لا يحتاجون فيها إلى بناء فلا شك أن إطعامهم أولى من بناء المساجد التي لا يحتاجون إليها. ولكن بالعموم فإن بناء المساجد أعظم، ولا يزهد فيها إلا من كان منافقاً أو في قلبه مرض. فهذه يا عباد الله جملة من الأحاديث التي فيها أعمال يسيرة ولكن عليها فضل عظيم، وهو بيت في جنات النعيم. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء وفتنة، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.